النهارده زي ما تابعنا من لحظات وفي خروج الاستراحه وان شاء الله هيكون في متابعه، الرئيس عبد الفتاح السيسي النهارده بيفتتح مشروع الفيروز لاستزراع السمك شرق التفريعه في بورسعيد، واحد من المشروعات الكبيره جدا، يعد يمكن الاكبر من نوعه في الشرق الاوسط، وانجاز جديد يضاف لسلسله الانجازات في مجال الزراعه الصناعه، كمان البنيه الاساسيه والتعمير والتجديد. مصر مش واقفه، مصر بتشتغل وبتشتغل بجد يا استاذ. الحمد لله، الحمد لله ان احنا على يعني مدار السنوات القليله اللي فاتت شفنا بعينينا ان مصر ما بتقفش قدام اي ازمه مهما كانت قوتها، بل على العكس الحمد لله ربنا بيقوينا وبيقدرنا ان احنا نقف على رجلينا. يعني لما نشوف النهارده الدوله وهي بتعمل الاجراءات الاحترازيه بسبب فيروس كورونا، رغم كده الرئيس بيحرص على افتتاح المشاريع الكبيره وبيتفقدها بنفسه، أو أحياناً بيبقى عن طريق الفيديو كونفرنس. اللي حصل النهاردة افتتح الرئيس مجمع الإنتاج الحيواني رقم 5 بالنوبارية، ومجمع الإنتاج الحيواني رقم 8 بالفيوم، ومجمع إنتاج الألبان رقم 1 بالنوبارية. كمان افتتح مصنع إنتاج الرخام والجرانيت برأس سدر والعين السخنة. كله بالفيديو كونفرنس. كله ده بالفيديو كونفرنس يعني. وهو في بورسعيد. الرئيس في مداخلاته اللي قالها خلال الافتتاح فكرنا ازاي لما بنقف في ظهر بعض وبنبقى ايد واحدة ده بيفرق مع بلدنا. عشان كده لما نسمع منه انه لو كانت الشركات الأجنبية هي اللي بتنفذ مشروعاتنا القومية، مصر كانت هتتكلف 10 أضعاف التكلفة الحالية. وقال بالنص بدل ما كنا بنقول المشروع ده هيتكلف 1 مليار جنيه، كنا هنقول يعني في الحالة دي كنا هنقول لو شركة أجنبية كنا هنقول 1 مليار دولار مش 1 مليار جنيه مصري. والحقيقة ده فضل كبير جدا من ربنا علينا. صحيح. الرئيس عبد الفتاح السيسي كمان وهو بيتكلم عن ان مصر يعني ما سابتش قطاع الا واشتغلت فيه عشان تطور، فكرنا بوقت كان صعب قوي، اكيد محدش منا نسيه، لما كانت انقطاعات الكهرباء بتحصل بشكل يومي ساعات طويله جدا والايام، وقال المصانع كانت بتقفل واحنا كلنا شفنا ناس كتير بيوتها اتقفلت يعني زي ما بيقولوا، وكنا بنقول ان احنا بنرمي الاكل والمستشفيات. طبعا صحيح هم عندهم يكون عندهم مولدات والى اخره، لكن كانت ماساه، مشكله، خطوره على كل العيانين اللي على الاجهزه للاطفال اللي في الحضانات، وبالتالي كانت مشكله كبيره. دي ما كانتش دوله زي ما قال، وكمل وقال نصا النهارده احنا مش بنتكلم في كده، والحمد لله عدينا المرحله دي خلاص، احنا عندنا كهرباء زياده بنقدر ندي حتى لدول مجاوره في اطار التكامل ما بيننا وبين بعض، وخلصنا قطاع الطاقه والغاز وما بقاش عندنا مشكله خالص في القطاعات دي، بالتالي بدانا نحسن في القطاعات اللي كانت بتواجهنا فيها مشكله. الرئيس دايما وهو بيتكلم بيقول انه عايز للمصريين احسن حاجه، والنهارده كمان عمل كده وهو بيعلق على صور اتعرضت لمعدات واليات مراكز التجميع الخاصه بالالبان، وده قبل تطويرها لما قال ان 800 مركز عاوزين نخلي الالبان بتاعتهم مطابقه للمواصفات العالميه، لانه من حقنا كمصريين ان يعني تكون كل حاجات كل حاجه عندنا تكون مطابقه للمواصفات العالميه.